بسم الله الرحمن الرحيم. مشكور اخوي ابو علي. بطوله شيقه صراحه والله. كنت انا بمشي من المباراه الاولى من المباراه الثالثه. تخيل المباراه الثالثه يعني في مهارات في مو تعال شوت صح يعني في لعب حلو في تناصر في واهداف ملعوبه يعني مو بنت على شوت يعني لاحظت انه في يعني لو واحد لو مدرب نادي بيقعد بيختار لك واحد لا بيختار لك ثلاثه من كل فريق صحيح يعني واحد ثلاثه من كل فريق ما كلهم كلهم فبيختار لك لاعبين حق انديه يعني فشيء جميل ان المجلس ولا الشباب تكاتفوا حق هذه البطوله والبطوله الناشئين البراعم اضافت وهذه الناشئين صراحه شيء يعني يحسب لهم صراحه اعضاء المجلس يحسب لهم واللي يقول لك ان المجلس ما يشتغل والمجلس مناطقيه والمجلس ما ادري ايش هذه ثمار المجلس انه تكفل بالكبار والصغار فعلا عندي تقريبا عندي الصغار بعد اهم من ايش الصغير اذا يلعب هالبطولات بتشوف ان شاء الله بعدين من ال البطولات اللي سواها المجلس أيه. يعني بتكون ذاكرة عنده أول بطولة لعبها بطولة المجلس صحيح هذا شيء حلو يعني طبعاً هذه البطولة أولى والثانية قادمة والثالثة قادمة إن شاء الله ما شيء مو بس حق مرة واحدة صحيح ما تكلف ذكي إيه صحيح يعني. أو على عطفاً على كلامك المجلس في خطته إنه يخطي جميع الفئات العمرية بدأها بالبراعم من ثم الناشئين وإن شاء الله في دورة قادمة تنشيطية للشباب والدورة أخرى لقدماء اللاعبين أيضا تنشيطية والكاس كاس القدماء اللاعبين ما أدري هل هي برعاية المجلس أو لا هذه ما أقدر أجزم فيها دورة قدماء اللاعبين أو كاس قدماء اللاعبين برعاية المجلس بتكون تنظيم المجلس ما تفرق يعني إذا بيتكفلوا فيها مجلس خير وبركة هذه هم تقريبا أكثر أعضاء المجلس وكانوا صحيح حاليا اللي احنا عندنا معلومات فيها ان المجلس قادم على البطوله التنشيطيه للشباب وبطوله تنشيطيه اخرى لقدماء اللاعبين وهي قدام بطوله معروفه للجميع هي بطوله الاخوه هي سوف تعود موقفات ان شاء الله ترجع يعني بقوه ان شاء الله مثل ما تقول هاي تكون هي بطولتنا احنا يعني ما شاء الله في شباب يلعبون دورات التعاون والابشيه والرئيس فلازم احنا قدام اللاعبين يكون لنا كاس يكون لنا بطوله وفي تنشيطيه على الملعب صح شيء حلو يعني تستمر البطوله انه ما توقف نعم تنشيطيه يعني شيء حلو يعني هو اعتقد الحين سحان وقتها لان هي تنشيطيه كانت تسبق بطوله القدماء فبطولة قدامها خلاص خلصت والحين قادمين على الكاس وقبل الكاس ما اقر لحد الان فيمكن وقتها انها تكون ما بينهم لا حتى مو شرط ما بينهم حتى بعد ما يخلص اي حتى بعد هي تستمر على مستوى المدار العام اسبوعين ثلاثه ايه مره ايه مرتين شيء حلو يعني اقول لك ما تكلف لك الفريق يدفع له ثمن الملعب فعلا فعلا هذا هاي مثل ما اقول لك هاي بطولتنا احنا ككبار يعني ايه شوف الشباب رفعنا وتعتبر يعني وقت بطولة القدامة صحيح ايه ما بنقول كلهم بيحضروا صح يعني اكثريتهم 80% بيحضروا يعني ان شاء الله ان شاء الله يتواصل عليها ويكمل فيها المجلس ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله احنا شاكرين لك يا ابو عيسى ما قصر يعطيك العافيه صراحه تواجدك اليوم كان لنا يعني لا اثر سفره يومين اي واحد ما جيت اليوم والله على البطوله هذه حظي حلو يعطيك العافيه تستاهل كل خير وغالي شكرا مع السلامه